أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن